هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أم من المحكمات كما قال شيخ الإسلام تيمية الإسلام؟ هي من جهة من المتشابهات، وذلك فيما يتعلق بالكيفيات، وليست من المتشابهات من حيث أن نرى معنى ظاهرا كما قلنا آنفا في قول السلف أمروها كما جاءت، يعني بالمفهوم العربي، والمثال عن ذلك سابقا ذكرناه أيضا. فهي بهذا الاعتبار، أي بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية، فهي غير متشابهة. أما باعتبار الكيفية فهي متشابهة، لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله، فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. ولذلك قال بعض أئمة الحديث، وهو أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ معروف بتاريخ الوداد، يقال بالصفات ما يقال في الذات سلبا وإيجابا، يقال بالصفات ما يقال في الذات. فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها، فإن هذا النفي هو الجهل المطلق. كذلك نقول بالصفات نثبتها ولا ننفيها، ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات. هذا جواب ذلك السؤال.